اللي إنك جاي تبشرني بخبر حلو. يلا اللي حتطلعني من هون. شو متزعلي؟ اهدي شوي، زبطت كل شيء. لكن ليش أنا هون هلا؟ لأنه أنت اللي رح تحطي آخر نقطة. شو بقدر أعمل هون بين أربع حيطان يا مان؟ لا تجنني. صح، هذا اللي بدك تعمليه. تمام، بدك تجني. اللي بقصده أنك تجني يعني أنه تعملي شغلة كتير كبيرة تخربتي الدنيا فيها، شي ما يمسكوكي عليه ويبعتوكي على مستشفى المجانين، فهمتي؟ وكيف بدي أطلع من هنيك بالله؟ بلكي ما طلعت. أنا حكيت مع أمي، حتكون وصية. أمي وافقت على هيك شيء؟ ليش ما توافق؟ لأنه أمي ما بتقبل بهيك شيء أبدا، حتى يمكن تكون مبسوطة لأني هون. بنتي أنا وأمي بترضى تخلي بنتها بالسجن أو بمستشفى الأمراض العقلية مثلا؟ تعرف كل ما غمض عيوني بشوف حالي إيدي بإيدك سوا. يا سلام، نفوت أنا وياك على القصر بفستان عرس طويل وإله شعاعات. تصور أنت فاي، لأنك يمان سانجاك زادة وأنت جوة القصر. تخيل كيف حتكون وجوه، خاصة وش أزادة. عايشة هون وعم أحلم بهالشي. شو قلت لك أنا؟ ما قلت لك رح تجي. أمنت المصاري اللي طلبته. قلي شو بدك تحكي، لا تماطل حسين. يلا تأخرتي أزادة، مصاري الكفالة تدبروا، لا تواخذيني تعبتك بالجاية لهون. عفوا، أنت عم تضحك علي حسين؟ المهم بما أنك دبرت مصاري الكفالة، قلي لشوف مين هو ابن عدنان، شو بيعمل، وين عايش. شوف، أنا جيت لهون لأقدم لك مساعدتي، وهلأ بدك تساعدني. ترجيني شوي أزادة، ترجيني شوي. حتدفع ثمن هالشي يا حسين. بدي دفعك ثمن هالشي هذا.